تفاصيل الخبر وجديد الأوضاع الآن من قبل أحداث ينضم إلينا مراسل الغد. نعم مرة أخرى يخرج الجزائريون في مظاهرات حاشدة تملأ الشوارع والساحات العامة. العالم لا ينتظر ولحظاته تصنع الغد. نواكب الخبر في لحظته. اشترك في قناة الغد على يوتيوب لتتابع أخبار العالم ولتصلك الصورة بكل الأبعاد. الوقت يتقدم ولحظاته ستحمل معها أخبارا جديدة لتكون كلها بمتناولك. اشترك الآن في قناة الغد.